هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقه الشعب المصري والفوز في الانتخابات الرئاسيه في الجمهوريه الجديده جاء ذلك على لسان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحه بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وأعرب وزير الداخلية في البرقية عن أمله في أن يكلل المسيرة الوطنية المخلصة في الفترة الرئاسية القادمة تكلل هذه المسيرة بمزيد من التوفيق وليؤكد الشعب المصري عزمه في أن تكون المرحلة القادمة فترة بناء وحصاد وافر